السلام عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا ومرحبا بكم الى حلقه جديده من زوايا الحدث. هذه الحلقه نخصصها للحديث عن خطه البنك المركزي لتحقيق الاستقرار في العمله الوطنيه. أعلن البنك المركزي اليمني العمل على خطة طارئة تهدف لتحقيق الاستقرار في سعر الريال مقابل العملات الأجنبية. وأكد قطاع الرقابة بالبنك في بيان أن الخطة تهدف أيضا إلى تغطية احتياجات الاستيراد. وأوضح البيان أن الخطة تشمل عقد اجتماعات مع شركات الصرافة لاستعراض خطة البنك في الإدارة والرقابة على قطاع الصرافة وسياسة التدخل في التأثير على العرض والطلب على العملات الأجنبية. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: أهداف اجتماع البنك المركزي بشركات الصرافة، وما إذا كان تغيير قيادة البنك المركزي سوف تنعكس إيجابا على استقرار العملة الوطنية وإنعاش الاقتصاد. نتابع هذا التقرير ومن ثم نبدأ النقاش. خطة طارئة لاستقرار سعر الريال، وهي الخطة التي أعلن عنها البنك المركزي اليمني ضمن توجه الحكومة لتفادي الكثير من المشكلات الاقتصادية التي تعيشها البلاد. ويأتي إعلان البنك عن هذه الخطة في خطوة تهدف بحسب بيان البنك إلى تحقيق استقرار ملائم لسعر الريال مقابل العملات الأجنبية. بيان البنك قال إن الخطة البنكية الطارئة لن تكتفي فقط بمعالجة وضع العملة المحلية، بل أيضا وضع حلول تضمن تغطية احتياجات الاستيراد بما يكفل وصول البضائع والمواد الأساسية إلى المواطنين بشكل آمن ومستقر. الخطة البنكية المعلنة وفق البيان مقرر لها عقد لقاءات مع شركات الصرافة من أجل استعراض كيفية تأمين العلاقة بين البنك والشركات التجارية ومناقشة سياسة التدخل على العرض والطلب وتأثيرها على العملات المحلية. وكان من اللافت إشارة بيان البنك إلى أن خطته تتضمن الخروج بعمل مشترك بين البنك والشركات المالية الخاصة لمواجهة مشكلتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لكن البنك لم يحدد كيف يمكن مواجهة تمويل الإرهاب في ظل غياب مؤسسات الدولة وتعقد المشهد السياسي الذي يشهد انتشار تنظيمات مسلحة مدعومة من الخارج. البنك المركزي اليمني كان قد لقي وعوداً بدعم إقليمي ودولي لتفعيل نشاطاته، كان آخرها تعهد دول اللجنة الرباعية الاقتصادية بتقديم تدابير عاجلة لمعالجة الوضع الاقتصادي، إلا أن كثيراً من تلك الوعود لم تجد بعد طريقها إلى التنفيذ لأسباب بعضها متعلق وفق مراقبين بالصفقات السياسية الدولية، وأخرى مرتبطة بضعف الشرعية وحسابات التحالف. إذن نبدأ النقاش، وينضم إلينا من لندن المحلل المالي والاقتصادي الدكتور عبد الباسط الصبان. دكتور مساء الخير. مساء النور. دكتور مرحبا بك. إذن لو نبدأ معك من مسألة تغيير القيادة الجديدة للبنك المركزي اليمني، كيف يعني تنظرون لهذا التغيير؟ يعني هل سينعكس بشكل إيجابي على تحسن وضع العملة الوطنية وأيضا تحسن وضع البنك المركزي بشكل عام؟ شكرا جزيلا لقناة بلغيس على هذه الاستضافة. أحب أن أنوه فقط أني لست بدكتور، لست في مرحلة الدكتورة، وبإمكانك أن تناديني باسمي دون اللقب. ثانيا، بالنسبة لتغيير القيادة في البنك المركزي، أنا أعتقد أنها ممكن أن تحدث تغييرات إيجابية، لكن للأسف الشديد بسبب أن البنك المركزي أقحم في الخلافات السياسية وتصفية الحسابات ما بين القيادة السابقة والقيادة الحالية، فإنها ممكن قد تؤثر على سير أعمال البنك المركزي خلال الأشهر المقبلة. ولكن إجمالا نتمنى أن تغيير القيادة يعزز من تعزيز وظائف البنك المركزي والسيطرة على تدهور الريال اليمني، بغض النظر عن الصراعات التي نسمع عنها بين الحين والآخر. نعم، يعني الخطوات التي باشر البنك باتخاذها وإعلانها من خلال البيان الصادر، يعني ما هي الخطوات التي أو كيف تنظر إلى هذه الخطوات التي اتخذت من خلال البيان؟ هي خطوات جيدة على المستوى النظري، ولكن أنا أعتقد
عندما يتم تطبيقها على أرض الواقع ستصطدم بالصعوبات. مثلا على سبيل المثال من ضمن الإجراءات التي سيتم اتخاذها أنه دعوة رؤساء مجلس إدارة شركة الصرافة إلى البنك المركزي والعمل مقابلات منفردة لكل مجلس إدارة على حدة. أنا أعتقد أن هناك ستكون صعوبة نظرا لأن مغلق يعني معظم مجالس إدارات شركة الصرافة والبنوك اليمنية كذلك توجد في مناطق سيطرة الحوثيين في صنعاء، وبالتالي ستكون هناك صعوبة، والحوثيين أعتقد لن يسمحوا بأن يتم هذا الشيء. لكن إذا استطاع البنك المركزي أن يجتمع بهم أو عن ممثلين عن شركات الصرافة ويلتزموا بما سيتم الاتفاق عليه، أعتقد أنها ممكن أن تحقق تقدما ملحوظا على السيطرة على سعر الصرف، لأن الصرافين وشركة الصرافة في الوقت الراهن هي التي تعتبر اللاعب الرئيسي في هذا المجال، كونهم هم من يقومون بالتلاعب في السوق، ولدرجة أن بعض شركات الصرافة تقوم بعمل البنوك في تحويل الأموال من وإلى اليمن. فإجمالا الخطوات التي سيتم الإقدام عليها جيدة على المستوى النظري، لكن كما قلت لك أنها ربما ستصطدم في الواقع الموجود، علاوة على أن هناك بنكين مركزيين أحدهما في صنعاء والآخر في عدن، كل بنك يقوم بإصدار التعاميم لشركات الصرافة أو حتى للبنوك، وشركة الصرافة والبنوك ستكون في محل صعب يعني بمن تلتزم، يعني ما الواجب اتباعه عندما تحصل على تعميم من البنك المركزي في عدن، يقوم البنك المركزي في صنعاء بإصدار تعميم مخالف له، كيف سيتعامل البنك أو شركة الصرافة مع هذه التضاربات؟ وكما حصل سابقا عندما قام الحوثيون باعتقال مدير الخزانة في بنك التضامن الإسلامي وبعض البنوك المحلية، نتيجة أنهم تجاوبوا إلى حد ما مع التعاميم الصادرة من عدن. لذلك أنا أعتقد أن هناك ثمة صعوبات قد تواجه هذه الخطوات التي أعلن عنها من قبل إدارة البنك المركزي الجديدة. نعم، إذن ابقى معي سيد عبد الباسط، ونشرك معنا في الحديث. انضم إلينا من كوالالمبور المحلل الاقتصادي عبد الواحد العوبلي. سيد عبد الواحد مساء الخير. مساء الخير، أهلا بك سيد عبد الواحد. يعني نبدأ معك في مسألة التغيير الحاصل في البنك المركزي اليمني، وبداية من تغيير المحافظ الجديد، يعني كيف تنظرون إلى هذا الإجراء؟ يمكن سبق أن ذكرنا قبل كذا أن تغيير محافظ البنك المركزي لم تكن عصا سحرية، ولن يكون من أحد نتائجها هو تحسين الاقتصاد الوطني، بحكم أن البنك المركزي أو من يدير البنك المركزي ليس من يسيطر على الاقتصاد الوطني، ويملك أدوات التحكم في السوق والسيطرة على عوامله من عرض وطلب. اليمن بدون إيرادات ومحروم بشكل متعمد من موارده الاقتصادية مثل بالنفط والغاز وإيراداته السيادية من ضرائب وجمارك و إيرادات موانئ ومطارات وما إلى ذلك، وبالتالي لا يوجد سيولة من إيرادات الدولة تضخ إلى داخل البنك المركزي. كل السيولة التي يحصل عليها البنك المركزي تصل من القروض المتمثلة بالوديعة السعودية وما سيلحقها من ودائع من بقية دول التحالف، وبالتالي تغيير المحافظ لن يؤدي الى اي نتائج ما لم يكن هناك قرار من اصحاب القرار من دول التحالف لتحسين وضع الاقتصاد الوطني او ابقائه كما هو عليه او تحويله الى وضع أسوأ. نعم، فهذا هو بشأن. طيب سيد عبد الواحد، هناك خطوات اتخذت يعني، وكان اولها البيان الذي صدر عن البنك المركزي، يعني كيف تنظرون الى البيان الاخير؟ فيما يتعلق بموضوع الخطة الطارئة التي أعلن عنها البنك المركزي اليمني لفرض استقرار سعر الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية، ففي رأيي الشخصي هذه الخطة وإعلانها في هذا الوقت ليس إلا للاستهلاك الإعلاني
ومحاولة من محافظ البنك المركزي الجديد للفت الأنظار أنه استلم مهامه كمحافظ للبنك المركزي، خصوصا أن محمد زمام قام بمحاولة مشابهة في منتصف العام 2018 لتنظيم سلوك الصرافين، تخصيص عدد محدد من مكاتب الصرافة لكل منطقة جغرافية ورفع متطلبات رأس المال للشركات العاملة، ولكن هذه الجهود كلها باءت بالفشل، بخلاف طبعا الجهود التي قامت بها سلطات الانقلاب زي ما ذكر الأخ صبان، قاموا باعتقال عدد من رؤساء وأصحاب شركات الصرافة ومدراء ومسؤولين في بنوك، وكل هذا لم ينتج عن أي شيء فيما يتعلق بالتحكم بسعر الصرف، خصوصا أنه لما نعرف مثلا أنه هناك في اليمن أكثر من 1350 شركة صرافة بحسب دراسة أعدها مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، فهذا الرقم كان المفروض يعني الرقم حتى نهاية 2017، ممكن احنا نضيف الى هذا الرقم كل الاعداد او كل الصرافين الذين ينضموا خلال عام 2018 وفترة من 2019. نعم. وبالتالي البنك المركزي قال انه سيقابل اصحاب محلات الصرافة او مسؤولين عن شركات الصرافة، وهو لا وبالتأكيد لن يستطيع مقابلة كل هذا العدد من الصرافين، غير انه غير ناهيك عنه غير قادر على الوصول الى الصرافين في مناطق الانقلاب اصلا يعني. فلا اتصور ان اعلان هذه الخطه او محاوله حتى تطبيقها سيؤدي اي نتائج ايجابيه على الارض. نعم، اذا ابقى معي سيد عبد الواحد، اذهب للسيد عبد الباسط الصبان. يعني سيد عبد الباسط، نتحدث عن الخطوات المتخذة مؤخرا من قبل البنك، هذه الخطوات يعني إلى أي مدى سوف تسهم في يعني تحسن وضع العملة ويعني إحداث نوع من الاستقرار؟ كما ذكرت سابقا أنها قد تصطدم بالواقع كونها خطة على المستوى النظري، لكن على المستوى العملي ستجد صعوبات كبيرة كما ذكرت سابقا، منها أو كما ذكر الأخ أنه عدم الوصول إلى الصرافين الموجودين تحت سيطرة الحوثيين في صنعاء. نعم. كون صنعاء ما زالت إلى حد هذه اللحظة تعتبر المكان الرئيسي للإدارات العامة للبنوك والمؤسسات المصرفية أو حتى شركات الصرافة، رغم المحاولات المتكررة وآخرها التي اجتمع فيها محافظ البنك المركزي السابق مع محافظ بنك التسليف الزراعي أو المدير التنفيذي لبنك التسليف الزراعي. نعم. مع لجنة الخزانة الأمريكية، أعتقد أن هناك محاولات لنقل أو لإبطال سلطة البنك التسليف الزراعي في صنعاء ونقل على سبيل المثال نقل السويفت إلى بنك التسليف الزراعي في عدن. هناك صعوبات سيواجهها قيادة البنك المركزي الحالية، وهي قد ربما فعلا لجلب الانتباه أو نحن هنا حاليا وأنا الآن المحافظ والقيادة في البنك المركزي تغيرت وسنقوم بعمل إجراءات كثيرة، لكن ما شد انتباهي أيضا أنه من أحد الخطوات ما يتعلق بالكومبلاينس أو الامتثال في مجال محاربة الإرهاب والامتثال في البنوك اليمنية. أعتقد أن هذه الخطوة نظرية أيضا ستصطدم. إذن سيد عبد الباسط، يعني أنت كونك يعني مختص ومحلل مالي واقتصادي، ما هي الخطوات التي يتوجب على البنك اتخاذها ولتحسين الوضع ولو حتى يعني بالشكل القليل؟ طبعا واحدة من أهم التحديات التي تواجه البنك المركزي ككل هي عملية توحيد البنك المركزي. نحن نعرف أن هناك بنكين، أحدهما في صنعاء والآخر في عدن، كل بنك يتعامل بشكل منفصل عن البنك الآخر، يصدر تعاميم تضارب التعاميم الصادرة من البنك الآخر، فطالما لا زال البنك المركزي منقسم هذا يشكل تحدي كبير جدا. التحدي الآخر هو وجود الحرب، طالما الحرب موجودة فأن هذا يعني
بشكل مباشر انه عدم وجود ايرادات، لا تورد كافة الإيرادات إلى بنك مركزي واحد لكي يتمكن البنك المركزي من السيطرة على السوق بشكل فعلي. البنك المركزي يفتقر إلى الموارد، البنك المركزي لم يقم بممارسة مهامه بشكل كامل حتى اللحظة. كما ذكرت سابقا على سبيل المثال موضوع الامتثال وغسل الأموال، تم نقل وحدة المعلومات المالية من صنعاء وهي المختصة في مجال غسل الأموال ومراقبة الامتثال في البنوك اليمنية، ولكنه لم يتم تفعيلها في عدن إلى حد هذه اللحظة. وكذلك اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال لم يتم تفعيلها إلى حد اللحظة. قطاع الرقابة على البنوك تم تفعيله فقط في من وقت قريب، حيث تم استقطاب عدد من المفتشين والموظفين العاملين في صنعاء إلى البنك المركزي في عدن وبدأوا بتفعيل هذا الجانب، ولكن لازالت التحديات كبيرة جدا. وطالما أن الحرب لازالت قائمة وطالما أن هناك محافظات تحت السلطة الشرعية ولكنها لا تقوم بتوريد الأموال إلى البنك المركزي في عدن، وطالما أن البنك المركزي أقحم في المجال السياسي، نحن لا نستطيع أن نتغافل فكرة أن تعيين محافظ البنك المركزي الجديد لسبب فقط سيطرة الأمور على الوضع المالي والاقتصادي في اليمن أو للعمل على استقرار سعر الصرف. هي تحديات وتصفيات في الآخر سياسية ما بينه وبين المحافظ السابق، والكل يعرف بهذا الموضوع. فالتحديات كبيرة، والبنك المركزي رغم كل الخطوات التي أعلن عنها إلا أنه لن يستطيع السيطرة بشكل كامل على موضوع سعر الصرف في المقام الأول وعلى إعادة تفعيل القطاع المصرفي في اليمن بشكل عام. نعم، إذن ابقى معي سيد عبد الباسط. أذهب لسيد عبد الواحد. سيد عبد الواحد، أنت أيضا يعني بنظرك ما هي الخطوات التي يعني من شأنها تحسين وضع العملة والاقتصاد اليمني بشكل عام؟ هو بس احنا ممكن نضيف الى ما سبق انه في تحدي كبير امام البنك في هذا الوقت من السنة، لانه احنا مقدمين على شهر رمضان والمستوردين بحاجة الى كميات اضافية من العملة الصعبة عن بقية شهور اوقات السنة. هذه الكميات الإضافية من العملة الصعبة مطلوبة لتلبية احتياجات الاستيراد للمواد الغذائية اللازمة للشهر الكريم، وهذا كله لن يتأتى إلا توفير عملات صعبة من المصدر الوحيد اللي هو الوديعة السعودية التي اوريدي شارفت على دفع. فالبنك أعتقد بانتظار دفعات جديدة من الودائع التي وعدت بها دول التحالف والتي ربما ستحسن الوضع مؤقتا ولكنها ستشكل عبئا ورقما اضافيا على اجمالي الدين العام لليمن. لكن لنقل لتحسين الوضع او ماذا يمكن للبنك ان يعمله في هذا الوقت ضمن حدود امكانياته وضمن مساحه قدراته، يمكن للبنك مثلا ان يحاول تسهيل إجراءات إصدار الاعتمادات المستندية على التجار، لأن التجار حاليا يحتاجون ما بين الشهر إلى الشهرين إلى 3 أشهر لإصدار الاعتماد المستند الواحد، وهذه المدة الطويلة والإجراءات المعقدة تسبب تنفير التجار وتعطل مصالحهم، وبالتالي كذلك إضافة خسائر مالية إلى النفقات والتكاليف التي يتحملوها. فالبنك قادر على تسهيل هذه الإجراءات وتمكين عدد أكبر من التجار للاستفادة من الاعتمادات المستندية، طبعا بالأخذ بالاعتبار عدم استيراد المواد الكمالية والتركيز على المواد الأساسية التي يحتاجها المواطنين. فبشكل عام الصرافين في اليمن يخضعون لعوامل عرض وطلب السوق، والبنك المركزي لن يستطيع التحكم في سعر الصرف دون ان يتمكن من ضخ كميات كافيه من العمله الصعبه لمواجهه الطلب المتزايد من قبل المستوردين خلال هذه الفتره من العام، خصوصا يعني ما بين فتره رمضان وحتى تقريبا ما بعد شهر ذي الحجه. فبالتالي من نافلة القول نقول أن قرار إصلاح الاقتصاد في اليمن ليس بيد من يدير البنك المركزي أو حتى
كمن يدير الحكومة. البلد زي ما قلنا بدون موارد واعتمد كليا على ما تجود به دول التحالف من قروض ومعونات، ولذلك اليمن يظل تحت رحمتهم إن شاءوا أعطوا وإن شاءوا منعوا. نعم، يعني إذن الاقتصاد الوطني وأيضا البنك لا زال أو سيستمر وضعه في مسألة الاعتماد على الودائع الخارجية، بينما إذا كان هناك يوم من الأيام انتهاء أو توقف لهذه الودائع فربما يذهب الوضع إلى الأسوأ برأيك. بالضبط، هذا هو ما سيحصل بمجرد توقف ضخ هذه الودائع التي أصلا تعتبر عبء، يعني هذه الودائع وما سيترتب عليها من فوائد كلها تسجل على اليمن وتعتبر قروض مطلوب من اليمنيين سدادها في المستقبل، وبالتالي توقف هذه الودائع التي تعمل على حل أو تعمل على إيجاد حل مؤقت لمشكلة السيولة، ولكن هي على المدى الطويل سبب عبء كبير على اليمنيين، وبالتالي توقف هذه المعونات وعدم حصول البلد على إيراداتها الطبيعية من النفط والغاز وإيراداتها السيادية الأخرى سيؤدي بالاقتصاد إلى كارثة حتمية. نعم، إذن أشكرك جزيل الشكر سيد عبد الواحد العوبلي محلل اقتصادي، كنت معنا من كوالالمبور. وأعود للسيد عبد الباسط الصربان. سيد عبد الباسط، يعني نتساءل هنا، يعني ما أسباب وأثار استمرار انهيار العملة على الاقتصاد الوطني؟ الأسباب هي تعتبر كثيرة، ولكن أحد أهم الأسباب هو استمرار الحرب. طالما الحرب لا زالت مستمرة فإن الاقتصاد الوطني سوف يتعرض إلى كثير من الهزات، وهذه الهزات تؤثر أولا بشكل رئيسي على تدهور العملة، إضافة إلى المضاربات الموجودة في السوق المصرفية. هناك سوق موازي يعمل إلى جانب السوق المصرفي في اليمن، الصرافين الآن يعملون كما لو أنهم خارج سلطة البنك المركزي، سواء تلك التي في صنعاء أو التي في عدن. لديهم الآن أنظمة خاصة فيهم لعملية المقاصة، لعملية التحويل فيما بينهم سواء كانت داخليا أو خارجيا. الصرافين فعلا هم من يتحكمون في المشهد فيما يخص العملة المحلية. النقطة الأخرى هي أنه عدم وجود إيرادات حقيقية لا سيما بالعملة الأجنبية تدخل في حساب الحكومة اليمنية. من المعروف أن الموازنة العامة اليمنية تعتمد بشكل كلي تقريبا من 70 إلى 80% من إيراداتها على النفط، وطالما حقول النفط لا زالت متوقفة أو جزء يسير منها يقوم بالعمل حاليا وتحصل على إيرادات بالعملة الأجنبية، لكن هناك معضلة أيضا أنه حتى هذه القطاعات التي تنتج النفط أو الغاز لا تقوم بتوريد المبالغ إلى البنك المركزي، وهذا أيضا يشكل عائق أمام استقرار سعر الصرف، كون أن البنك المركزي كما ذكر الأخ سابقا أنه يعتمد على ودائع من السعودية، آخرها الوديعة التي كانت بمبلغ 2 مليار تقريبا، وعندما تستنزف هذه الودائع سوف نعود من جديد إلى نفس المعمعة والتي سيقف البنك حينها عاجزا عن أي تدخل في السوق حتى يقوم التحالف أو السعودية أو حتى المجتمع الدولي بإيجاد حلول بعد البنك المركزي لوقت قصير أو على مدى مؤقت من خلال ودائع جديدة أو من خلال معونات. وطبعا إذا كانت ودائع فهي فعلا سوف تكون عبء على الحكومة اليمنية، أما لو كانت ودائع فإنها ستكون فرصة لمواجهة التقلب في أسعار الصرف لوقت مؤقت وليس على المدى الطويل. طيب سيد عبد الباسط، يعني هل تتوقع أن يأتي يوم ويتوحد فيه عمل البنك المركزي ما بين صنعاء وعدن، أو يعني أن تغلب الميليشيا يعني المصلحة الاقتصادية ويعني تترك الجانب الاقتصادي تحت إدارة البنك المركزي في عدن؟
حقيقة أنا لا أعتقد أنه سيتم توحيد البنك المركزي، ولو كان هناك نية لتوحيد البنك المركزي أنه تم الاتفاق في مجال الملف الاقتصادي في مفاوضات السويد التي أجريت مؤخرا، حيث حضر ممثلين من الطرفين من البنك المركزي في صنعاء والبنك المركزي في عدن. ولو كان لديهم تخيل أنه انتهت المفاوضات ولم يتوصلوا إلى حل بشأن الملف الاقتصادي إلى حل واحد، فما بالك توحيد البنك المركزي. توحيد البنك المركزي معناه أن سلطة الانقلابيين ستعترف ضمنيا بالشرعية، نعم. كانت ستعترف البنك المركزي الموجود في عدن، وهذا طبعا أنا أعتقد أنه مستحيل. لن يتم توحيد البنك المركزي ما لم يكن هناك ضغوط من المجتمع الدولي بشكل حقيقي في هذا الجانب، ولكن للأسف المجتمع الدولي يتعامل مع الأزمة اليمنية أنه يحاول أن يعمل يعني مانجمنت للكرايزز، يعني أنه إدارة النزاع وليس حل النزاع، فهو يحاول أن يبقي الوضع كما هو عليه، ولكن بعمل إدارة بحيث أنه لا يتدهور الوضع بشكل كبير ولا يتم حل النزاع من خلال وجود حلول عملية. البنك المركزي لن يتوحد إلا إذا كانت هناك نية من الطرفين أنه تجنب الاقتصاد بشكل كلي، ولكن كما ذكرت لك أن البنك المركزي المشكلة أنه مسألة الرواتب يقوم بها أيضا البنك المركزي مع أنها من اقتصاد وزارة المالية، وبالتالي إذا تم توحيد البنك المركزي من سيكون وزير المالية، وهل سيتعامل الحوثيين مع وزير المالية الجديد، وهل سيتم قبول الشيكات الصادرة من وزارة المالية، وهل سيتم قبول التعاميم الصادرة من البنك المركزي من قبل الميليشيات. المشكلة أن الوضع سيبقى كما هو عليه. للأسف الشديد أن البنك المركزي في صنعاء حتى وإن لم يكن معترف فيه فإنه إلى حد ما لا توجد به صراعات على مقارنة بتلك الموجودة في عدن. السلطة الشرعية هناك صراع ما بين اللجنة الاقتصادية وما بين البنك المركزي، تم تغيير المحافظ الآن بشكل أو بآخر، هذه الصعوبات كلها مجتمعة قد تحد من عملية توحيد البنك المركزي والسيطرة على تدهور سعر الصرف، أو على الأقل على ممارسة القطاع المصرفي لأعماله بشكل فعال وحقيقي. شكرا لك السيد عبد الباسط الصبان، محلل مالي واقتصادي، كنت معنا من لندن. وفي ختام هذه الحلقة أيضا أشكر ضيفي من كوالالمبور المحلل الاقتصادي السيد عبد الواحد العوبلي، وفي الختام تقبلوا تحياتي وتحيات منتج هذه الحلقة الزميل عبد الرقيب الأبارة، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل. حتى الملتقى، نترككم في رعاية الله.